سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يد ويديد عدنا وردينا بنفس الموقع اللي ترى مقيول من زمان. الحي يعود يا غير اللي ساكن تحت الحود هو اللي ما يعود. اللي ساكن تحت الحود ما حول عوده، وين بيرد؟ وصباحكم الصباحي والورد والتفاحي، صباحكم صباحين لا مغبر ولا شين، صباح الكحل في العين، صباح يطرد الفقر، صباح يوفي الدين، صباح من يد خلا ويا بلمه الجين. ومرحبا دبل ساعة ذهب صنق الحبل، والله مليار مرحبا ولا يسدن، مرحبا والله مرحبا مرحبا بعد الماء عن السماء، مرحبا بكل هلا باللي له الخافق يهلي، والله مليون مرحبا بالعرب كلها والناس كلها والناس الفنانين اللي يحبون الحياة، مرحبا والله بالأكرام، مرحبا بالأيواد، مرحبا بالطيب، حي فضل الله حي بنت زهيبها وطاني، هلا بهالداري، هلا بصدقاني، هلا بالعرب كلها اللي يسوون نوم العين وما العين ونظر العين. هذا أنا من أول وجديد ردينا أبوي السلك الأولي والطريقة الأولية والمذهب الأولي والسير الأولي، وإن شاء الله مالكم إلا كل اللي يرضيكم وكل اللي يطيب خطركم وكل اللي يوزلكم في حياة اليومية كلها إن شاء الله. وإن شاء الله أنه الواحد بيتحذر كثر ما يروم يمشي ويعد أخطاه. أنا ولا غيري تمشي وتعد أخطاك أبوي، ما بتمشي إلا هوي هوي، تمشي وتخرطف، تمشي وتطيح، وتمشي وتتكود، لا لكن الحمد لله رب العالمين. لازم يتعلم المراد. بننزل بعد شوية هدى مسويه، نسيت والله شو الأكلة اللي بتسويها، قال حق الريوق لها اسم والله نسيته، كان تبون الصدق شي شرات القرص، القرص عود شي كبر يعني شوي كبر، شفتوا الغنجة الدوري العود شي كبر الكاب العود هالنمونة، شفتوا السماع مال العيالة طار كبر الطار القرص هذا، ما عرف نسيت والله شو اسمه، يسوونه من سميد وغاوي والله. قالت البارحة باكر بنسويه للمتابعين والعرب كلها عسب تشوفه وتتعلم منه الطريقة الأصلية. زين يا صلاح والله مليون مرحبا بصلاح. ها حبيبي انت وين؟ وين يعني قريب؟ وين وصلتوا؟ عدال المطار. يلا ترياك صلاح اخذنا التليفون. من الكبار هاك اللون الليلكي. منو؟ من هل ابوي؟ تنقينا وخلصنا وحولنا الارقام وكل شيء زاهد. ان شاء الله شابر افتح لك الباب. يلا صلاح اليوم ابوي عنده مهرجان وسب التليفون مهرجان. يا فرحة صلاح. هاي الزراعة من يدي ويديد، شو اللي حل في الزراعة؟ اللي حل طالت عماركم في الزراعة، سوينا البيبات وركزنا وسوينا التقطير وسوينا الرخبخاخات وسوينا كل شيء وزرعنا وعدلنا ونظفنا، ويوم ذهب كل شيء ابوي. يا انت ريح عاتية صرصر، وعقت ابوي الشيار بالمظلات، بالله عندي وعند غيري طبيلات العرب كلها بكل بيوت ايران الاق 90%. اتجلع الشير هل يتحيدون هذا المراضي الكبار اللي لين البيبات على 6 امتار 8 امتار الارتفاعات. تجلع ابوي الشير من بكره ابيه، عن بكره ابيه تجلع الشير كان، وما تم ابوي من الا كم من شيره، 4 أو 5 شيرات اللي تمن من هاك الشير اللي تحيدونه كله، والبيبات تذهب ذهبان وخلصنا وابتدينا يعني وعينا من الله خير. لكن مثل ما تشوفون انجلعت الدنيا كلها وتكسر الشير كله، تم صافج هذا الطرف هذا، تم شيء بسيط فيه ما يقارب 10 أو 15% فقط هذا اللي تام، ولا هاك الشير اللي تحيدونه كله تجلع عن بك من تحت الأرض، من تحت الأرض تجلع. وردينا طالت عماركم
خذنا قور من يد ويديد وزرعناه أمس على الموسم. على الموسم زرعناه، وهذا الفيفاي وطريقة ترتيب الفيفاي الأولي مثل ما تحيدون اللي قلنا لكم، البذرة تنبذر في شهر 7 و8 وتنحط في جرين هاوس وتتنزل الأرض في عقب ظهور السهيل. أبشروا به. إي والله أبشر بصلاح، أبشر بصلاح. سير سير ظله ظله ظله، يلا عاش عاش عاش. صباح الخير يا صاح. يقولك الدريشة طلقة. إيه صباح الخير صلوحة. إيه حي فؤاد أبوي ما يبى شيء يدخل سيارة. السلام عليكم. مبروك التليفون. وين؟ موجود. موجود الحين بيجيبونه. الحين بيجي من هالبيبة حبيبي. موبايل مسكر. ليش الكندورة دلع اليوم؟ تليفون الأولي. تليفون الأولي وين؟ أجود. شو بسوي به؟ ليش أسد حبيبي؟ هو قال يريد بيعطيك فلوس، بيعطيك لو بلاش. بلاش. ليش بلاش إن شاء الله؟ بتأخذ فلوس ولا بلاش؟ بمية. لازم تعطيه 100 يعني تي. يلا سير 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 تقهو بيك من زين. ها؟ دبي. متى بسير من دبي؟ شو؟ كرت البيزات مال البنك؟ الكرت مال البنك يا طري؟ زين موجود الكرت. بس. زين شو يعني؟ أسبوع. بتجلس أسبوع؟ شهر. أسبوع. شهر. لازم الكرت؟ إيه. بدون كرت خلي. إيه أبوي لا ممنوع أبوي دبي ما حد يسير وهو ما عنده بيزات. اللي ما عنده بيزات أبوي يقر في بيته. إيه لا كبود بيزات. يلا يلا ماشي مشكلة. حتى صلاح يعرف أن أبوي اللي ما عنده بيزات أبوي يقر في بيته. لا يصير لا دبي ولا غير دبي. أوه شامبي. السلام عليكم. هاي ما شاء الله عليك يا شامبي. ما شاء الله. أخبار شامبي شو العلوم؟ كل شيء زين؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أيوة روح 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 تبارك الرحمن. وين زراعة مالك؟ شو استوى؟ شو أخبار؟ الحمد لله تمام بابا. وين أول هاي الدنيا كلها غبة خضراء؟ أول خلاص بابا. خلاص. أول أول. عليك أول جديد. شو استوى عندكم؟ شو يجي؟ والله يجي هواء. هي. كل هواء مطار كله ودي. لا حول. هي والله قبل. الله كريم الله كريم. الله كريم. الله كريم. عاد الحين هذا الموسم، موسم الورد الجوري. هذا الحين موسم الورود الشتوية. الشيء الورود نوعين، ورود شتوية وورود صيفية. الياسمين و بنواع، الياسمين بنواع مليون نوع، شيء ياسمين عراقي وياسمين صغيروني وشيء فل وشيء ما ادري، هذا كله ابوي يوجف هذاك كله وقته وقت الحر يشيخ على الحروره. الحين لا، الحين طالت عماركم، هذا الحين وقت كل زمان دوله ورجال، هذا الحين وقت الشو المحمدي، وقت ابوي الورد، وقت الورود الشتويه. في ورود شتويه ورود صيفيه، هذا الحين وقت الورود الشتويه لكل زمان مثل ما قلنا لكم دوله ورجال. اول تزهير اهلها الحين، شوفوا اول يوم تزهر اول يوم، هاي الحين بتشوفونها بتلبق كلها ورود بنفسجيه، كلها ورود بنفسجيه، هذا موسمها. تغدي صبتم وحده هاي اللي تشوفونها، هاي اول تبشوره اليوم مبشرها. ورتين هذه تشوفونها، هاي يلبق المكان كله بنفسجي وهي تصير لين فوق، لين شبد البيت، فوق فوق شبد السماء هناك تصك. سبحان الله، هذا كل شيء ولا شيء ابوي، كل شيء ولا شيء. وبالنسبه للفيفاي الله يحفظكم خبرنكم انا من قبل، قلت لكم شو طريقته ومتى وقت البذر، متى تبذر الفيفاي وشو نوع الفيفاي اللي تاخذه، شو البذر؟ البذر احسن شيء اللي يبونه من كيرلا واللي يبونه من هاواي من امريكا. هي وينحط الله يحفظكم في قويطيات هالصغار، ينحط عاده في الجرين هاوس في شهر 7 و8 و9، ومن يظهر سهيل ابوي طلع سهيل نزلوهم في الارض. نحن زارعينها نحيله
من شهر 9 تقريبا، وحين شهر 10 شهر ونص الحين نزلناها في الارض، ما شاء الله حول ذراع ذراع ونص. طيب ايش قال اشكالها؟ لكن لازم تقمطونهن تقميط، ها؟ لان ليش نحط من فوق؟ ما بعسب الشمس، لا عسب الطير، الطير غرب الله تطير ضار حشرات حدم العرب. اي ياكل القلب، ياكل القلب، تصير وتضرب مره ثانيه وما ياكل الا هذه. ومني قرقم هاي التازم ابوي من دعله روحها لين تصير وتموت، وكل من نظرت ونقضت ورق جديد ياها من يد جديد، لا ويصير يخبر باعته ويزقرها متلاحقوا الخالد ابوي بدر الفيفاي وقدام مازينه، ويسوون سياقه يتفقون عصابه ايون حالهم حد من حال حالهم حال حد من الناس. هي والله يتفقون يسوون خنشيه، الخنشيه الاول الأول خنشية الأمهات يوم العيال يظهرون خاري يقولون حق في الوقت اللي خطف يقولون حق عيالهم تحمل تصير أبوي عنده في الفلانيين ولا الفلانيين، ليش يا ماية؟ ترى بيسوون عليك خنشية، الخنشية يعني عصابة، عصابة اتفاق مسبق، ويوم يشوفون الولد ظهر اظهروا زخوه في السكة وتازوا بقبلين هذا منه، خلوا يرد بيت أهله دمامينه يتنشق دمامينه فقير يتنشق دمامين الاول من شطانه تم الاول العيال شطانه الاول ويهاله وصغار وما حد يعرف. فحين مثل ما قلت لكم هاي الطريقه، ويازم ابوي محيب لين شوي انتهض تنتهض تقريبا متر بس شلوا عنه هذا وغيلا ابوي للطيور في الشيء اللي من غير، والحمد لله حين الامور طيبه ان شاء الله، والزراعه اللي ما تهرب بالعالمين بيخلف علينا، وان شاء الله انها بتتعدل الاوضاع وبتتيسر الامور وبيزيد كل شيء، كل شيء بيزين، ما اخترب شيء الا رب العالمين له حكمه في ذلك. رب العالمين شله ورب العالمين الحمد لله عوضنا وزرعنا من يد ويديد والحمد لله. عيشه لا دمي ما دام حيب ويزرع ويعدل ويزين والدنيا مطرجه. هي والله قميضه هو ما بدنا ما بقميضه تحرك قميضه معورني، لكن شو اسوي؟ شو اسوي؟ معورني قلبي على زراعتي اللي تقمحت. ايش ابدا عاصف شل الدنيا اقول لكم كلها. الله جلع الشير جليع وكسر تحيدون هاتش الغبيب الخضراء الأولي، ها بيبات تجلع شو بقولكم شو هذا اللي تشوفونها كل من يدو يديد أركبت حينه، ها كل يديد الأولي تو زاهب حتى ما كمل أسبوعين ثلاثة ويات الهويات وجلع جلعت جلعت جلاع من تحت ما خلت شيء. سبحانك يا رب لا إله، كل شيء في نصيب يتم واللي ما في نصيب رب العالمين ترى قاطع النصيب وشانوط. يلا بيت 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 اي عاد دوروا حين اللي ما يعرف الشانوط، الشانوط هذا عوق يضرب الهوش الاول يباتن بخير وسهال ويصبح ابوي الصبح ويوهم محتاسه هب بريجع، ببريجع غير والشانوط غير، فرق بين الشانوط وببريجع. وتازم الهايشه ويها محتاس يومين ثلاثه اربعه خمسه وتقطع الزاد يومين ونهار ثالث ابوي اي ها تدلع رقبتها وفي مال العاده وينك يا درام الكشره. اي والله اعواق بعد بنادم تيها اعواق الدبش ترويحه روح ايها الزين ويها الشين ايها العدل ويها الماي. يا مرحبا بصلاح، يا مرحبا يا مرحبا بصلاح الصلاحي، هاو ار يو؟ انت بخير؟ بخير. منو عندكم؟ منو ياكم؟ منو صار عليكم؟ بس ما حد سير عليكم، ما حد ياكم، لا ما حد يابلكم شيء، ما حد اعطاكم شيء، لا ليش؟ شو يا هالعرب؟ طب خليها شو بتكون؟ حتكون عباره عن الحريره المغربيه، الحريره المغربيه ان شاء الله. بنسوينا اليوم حنسوي بعد الطبخات الحريره حنسوي بوزروق في الطاجين ان شاء الله. بوزلف بوزروق انت ما حتعرفها يا عمي. انزين صبري صلاح شيء اعطاك اليوم؟ لا ما يغلى هو الاشهر بس، ها ايش 10 بس مره واحده اداني 50 ريال اربع سنوات عشر بس. من خمس سنين عاطنك 50 50 جبت تليفون مالك انت اشتريتي تليفون اوه دين هذا هو والله تليفوني خربان جيب كجا ها ما خاز ما في صوت صراحه ترى تكذب عليك كرتون تليفونات عندها والله ما في كرتون تليفونات ما في اقول لكم هذه الورده جايت لنا ورده غير من تعبان تعال تعال يا ايه اسد اسد جيب الورده جاي ورد هي
ولا اقول لك خلها 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 صبر شوي خلها ما هي علي بلاد ما شاء الله مكبرها طعي يسلكم الالوان هاي ابوي عيتنا المشكله ما بكاتبين حد منهم ما بكاتب الاسم يطرش الاسم يطرش الباقه وحد منهم ابوي يطرش ترى وايد لاشيلتي في ناس يكتبون ابوي لا تحط الكرت يعني لا تخبر وين جاي بس الا هذا حقك انت لكن ما الباك تصور الكرت بس انت تعرف وين جاي وبس يكتبون على الكرت وهذه ابوي جاي ابوي من هالمكان واستلق البنفسج الاولي ما عرفت شيء لكن البنفسج بعد طول غياب بعد طول غياب اسرت فيوريلا فيورايا اسرت فيورايا للورود هذا المكان اظن مكان هذا مال بيع ورد جنة هم اللي مطرشين الورده هذه ورده عاد من كبرها جنن شكرا جزيلا للي طرشوا هاي الورده شكرا صورت انا الحرشه الصبح وهي خدمه تخدمها هدى وحين نزلتها في هذا وخلا بنزلها على الانستغرام وعلى اليوتيوب وبنزلها كامله ان شاء الله بعد على السناب شات ان شاء الله الحين ان شاء الله طلعت لذيذ وفنان وما شيء شغلته كامل نحن نبوي نفكر كيف بداية التصوير زين هدى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام شو أخباركم كيفكم توحشكم بزاف بزاف زين اليوم إن شاء الله حنسوي حرشة حرشة عبارة كتكون من السميد هذا السميد النائم شفتوا كيف نائم وين موجود السميد أي مكان يتباع هذا السميد زين عبارة عن كيلو سميد كوب زيت نباتي سكر شوية مليحة خاشوقه زبده وبيكنج باودر حنوريكم كيف حتشيلون منها شويه زي كده عشان تقرصوا بيها بعدين تحطون كم الكميه هذه عادي هذا كيلو كيلو هي تحطوا عليها الزيت زي كده اول شيء والزبده زي شو اللي يطرف كندورات هذا ما توصل عمي بتوصل لا ما توصل كل المليحه ماني بنضربها ما بضرب يعني حسرتي عند رعانك ايه ايه بسم الله تسوي زي كذا بس بسوأ لا قبل شيء ليش ما طعتي قلتي لا شو اسوي عمي ما بتضرب معك اليوم ما بضرب ما بضرب لك انت ليش اللي معايا يعني مفروض عتب ما يصير طرف الكندوره مفروض كذا ما توصل لا حول ولا قوه زي كذا بس بسوأ تدخل زي. فيها الزيت بث يعني. الزيت والزبده زي كذا وبعدين السكر هذا عشان كيلو يعني ثلاث خواشي كبار يعني تسوون زي كده الشكر كم كثرة ما عديت انت كوب يعني هذا ها فنيال من الكبار فنيال من الكبار ثلاث معالق أربعة على حسب على حسب الرغبة بيكنج باودر بس هوريكم كيف شوية يعني نص ملعقة هي من اللي صار تراها نص خاشوقة من اللي صار زي على حسب في سميد اللي يشرب وفي سميد اللي ما يشرب شوي شوي صبوا الماء بس بالاصابع لا تدلكوها ولا اي شيء بالاصابع ما يبالها عيان يعني بس بالاصابع وتوقفون وتشوفون كيف العجين زي كده تسووا له هذه هي الحرشة عبارة عن نوع من البسكوت ولا خبز؟ يعني نوع من أنواع الخبز ترى السميد هو انزين سميد ناعم هذا اللي يديرون في الكسكس اللي يديرون في البغرير مالنا زي كده تسيرون انزين دلك ما في دلك شي دبيق يعني تلميخ زي كده وتخلوها أربع دقائق خمس دقائق وحنوريكم كيف بعد مرور خمس دقائق السميد هذا اللي نقصنا سووا له زي كده ترشون على الطاولة اللي حتحطون فيها التاب هاي ترى بعدها لا سارت جدا الضوء ولا شياطة لسه تشيله هاي كم كملت استراحة هذه خمس دقائق انزين لبخة وهذه اللبخة الثانية سيرون ترشون زي كده زي الخبزة ترشون شوي شوي هذه طريقة الترتيب ديالها
زي كده تسيرون شوي شوي زي الخبز تقرصوه وترتبون فيها من الجوانب. تحيدون لبخة العودة هاي كلها تازم أزمة تلبخها وتلبخ فيها تلبخ فيها وتصفعها لينها شوي السميد من فوق تاني وبس. غدير شفتوا الكاشية العودة؟ شرات الكاشية العودة النار شوية تكون زي كده لما نقلبها حتصير على نارها يعني مهيلة إيه؟ بس وتخلوها الضوء تكون قاسرة. كم تاخذ من وقتها؟ مو قاسرة مو شوية كم وقت يمكن 9 دقائق زي كده وخلاف ثمانية. خلاف حنقلبها حنصورها معهم. وهذا بالنسبة للي يبقى صغار صغار هي. ما بلازم هايش العودة المردمة لا هي أحسن هذيك العودة بس كل حد وحسب طريقته حد منهم عادي يقولون نحن نباهن صغار. يكون عندكم شيء دائري زي كذا تسوون ترتبون فيها ترشون شوية سميد وترتبون خشوقة صغيرة ترتب لي. أنا تعرفين المادة اللي هاي يوم تحطينها الطرف كيف أسوي أقطعها عمي؟ ما بتقطعينها فرية تبي غير نمون يعني. أشتغل بهذه. إيه بالعسمة. ما يصلح. إنزين ما هذه ما شيء مشكلة. ترى مثلنا ها شوفي أبشرات ربيعاتها. عشان أنت تكلمتي. أحو. أصبح يقولي لا إله إلا الله. هذه صغيرة بعد. يلا. بس وترتبون. هذا للي ما يبقى كبار للي يعني حق مرة واحدة. وإن شاء الله مرة تانية حوريكم كيف تسوونها بالزيتون بأي شيء فيها حشوة داخل. كيف يعني؟ بعدين. مو كل شيء في يوم واحد عمي. تبي تغدي زيني يعني؟ هاي الناس اللي تبي تحشيها، بس هي حتى فنونات ما كانت أول أصلية هي هذه الحرشة. في ناس تحط فيها الحين على حسب كل منطقة وكيف تسويها، احنا نسويها بسميد. هاي طريقة شو هاي؟ هذه طريقة الأصلية احنا اللي يسوونها عندنا. طريقة شو هاي أي بلاد؟ بلاد اي منطقه لا يعني ما اقول بلادي انا في اليوتيوب اه لا, لا 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 ما اقول الناس تحي دكانيه بس لا شو دكانيه دكاله يعني منطقه دكاله دكاله ايه اسم بقعكم دكاله لا بقعتنا عند اسميه يعني بس منطقه دكاله منطقه يعني كم ياخذ وقت بعده هذا بس 10 دقائق 9 عمي ما بطول وتعزمين تجولبينها بعدين دلوقت يوم تحط غدي حمراء لما تصير حمراء حقلبها وتريا الحين ولا اسير انا الحين اروح افطر طريب وبعدين حقلبها يلا بعد مرور 10 دقائق تصيرون تسولها زي كذا انتوا بس مو شويه عشان تشوفوها استوت خلاص حنقلبها الحين حنوريكم كيف طريقه حتى ترى كل شيء ولا طريقه ما بالله هذا اسميها شغله بعد مرور 10 دقائق تصيرون تسولها زي كذا ها وبعدين تشوفوها خلاص استوت حنقلبها الحين هاي الجلبة الأولية هن كم جلبة لازم هدا؟ بس واحدة تسوون زي كده يكون عندكم شيء يا ربي انت يلا استنى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أيوة شوف انت بس ترجعوا على النار حفيد شغل التلفزيون لما تقلبوها شوفوا النار كيف تكون شويه مهيله يعني اقل لا تشطوها بس تخلوها ما تاخذ وقت حتى هنا ما تاخذ وقت وهذا الصغار تصيرون تقلبون فيهم زي كذا سبحان الله ها مقطعوها زي كذا تتقطع هذه حرشه هدى وزهبت الحرشة كم وقت تاخذ قلنا هدى 10 دقائق قاعد تاخذ نص ساعة بين ما تسويها وكل شيء تاخذ اها وتنكل بهالطريقة شو هذا اللي يحطون وياها عسل هذا عسل هي. هذا زبد بلدي هذا جبن هي. يعني على هو اللي يبى اللي يبى مربى واللي شو تبي احط لك فيها انا صلاح ابوي صيد وادي حلال احط لك جبن وعسل عاوز يسيني تتقرر تقرير ايه قليل يلا كل
ها شو صلاح؟ عطني شوية ما بتعطيني؟ لا ما تفكي عطيني قطيع صغيرونة زي كده. وهي تتقدم مع الشاي مع الحليب القهوة ونسوي احنا في الفطور ولا بعد العصر؟ يعني كفوالة يعني من أنواع الفوالة. من أنواع الفوالة هي صح. هذا حقت عمي بي فيها زبدة. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس يفتحها من الوسط وتحط فيها جبن لاباش كيري عاد. إلا بخبركم لذيذة وفنانة فوق عن الزين زينة ما يبالي كلام. الحين حق منه هذا هدى؟ حقي بعد؟ أكيد أنا ما أكل جبن بس ححط فيها عسل. زين بس عاد بتكويت بس؟ لا لا هيك ها بس إيه؟ صلاح تبي تعمل؟ صلاح؟ وين عقيت؟ صلاح؟ أخ عليك يا صلاح أخ عليك. صلاح متواكل يتريى منو؟ يتريى من هل ومن هل توا واصل. ايه كعجلت ليش تأخرت يا ابو ابراهيم؟ صلاح يترياك من الصبح. صلاح صلاح هذا من هل هل ابتسامك حق من هل ولا حق اللي شال لنا من هل؟ ايه اللي شال لنا من هل هذا في الكيس؟ هل ابتسامة حق شو احد تتوقع حقك؟ لا حق شو؟ ها ها لا ما بيني من هناك بعيد متر متر صلاح متر متر ونص ما في النبوي على الجوكم يا صلاح. ها صلاح ها شو مبروك مبروك ايه زين مبروك صلاح مبروك كيف كيف شفت صلاح صلاح ها رقم واحد ولا رقم اثنين واحد اثنين اقول لك شامبي الحين شو بتسوي ماي ما تعطي خلاص هنبة مرتين في الاسبوع تعطي مرتين كل الزراعة مرتين في الأسبوع حين دنيا براد مرتين في الأسبوع يا تعطي الفجر ولا تعطي المساء بعد صلاة المغرب كل الزراعة ما تعطي ماي أبدا في الأسبوع مرتين لا تقول ما قلت لك زين يلا توكل على الله أقول لك شلي هاي وديها أيوة يلا بسم الله من الحناية صبري كم هي بليز يو سي السلام عليكم فور ذا everybody يس يو didn't السلام عليكم everybody ثانك يو كم باك يا باك يلا ثانك يو هاتي ثلاث رمانات وبعد شوية عسل هي شوية حرشة زي الرمان ابو جاينا من المغرب من بلادكم خذي وحدة لا ثلاث هذا ما شاء الله عندك كرتون عاد بيت ما يدود والله شيل لك اناناسه واحده شيل لي اناناس هنتين والرمان والله ما تشلين الا هنتين والله وانت شيل لي هنتين خلي وحده خلي هنت شوفي شال ثلاث شيل لي هنتين وخلي وحده الحين حاشيل خمسه والله العيب زوالك راح اتصل لك انا رد شوف جرب الصوت هي بعد يرن ما اسمع يبى الصوت عالي كيف حالك خير زين تمام حطيت لي من هل مال اذان ايه طبعا اذان يا ربي يا صلاح صلاح دقيقه اصبر انت هذا الاولي الحين تبان انت الاولي لا 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 الاذان بيحطوا لك الاذان لا لا هذا شو هذا دبي واز واز إيه مال مال لوكيشن لوكيشن لا إله إلا الله صلاح الحين أهم شيء حط له الأذان صلاح يلا وين بسير الحين مياس والكفر تلفونك وين الحين الجديد تلفونه وين الجديد لا الجديد زين هذا شو موبايل
بعد صلاح سيروا حين ابو ظبي لا كفر كفر تيل حسب ما يطيحين زلق زين يلا سير سيب ابو ظبي يلا توكلوا على الله وين وينها كمامه ماله كمامه مال صلاح ويني ها يلا 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 ويني كمامك في مخباك شو تسوي هنتين عندك انت واحدة سبير يلا صلاح شو بلاك ما تح بلاش يعني تبى بلاش كفر بأمية أمية فلوس ممزور البوك وين بوكك تعال بوكه وين يبي بطالع بطالع أشوف صبر 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 أنا بطالع كم عندك صلاح شو هذا شو ياك شو ياك زين بطالع الفلوس زين كم باكل هنا انا زين بطالع كم زين ما ها كم هاي بس هذا 500 وحده حق ابو امي اكثرها اي حق دبي دبي هاي لي هاي ابوي ما يسوون شيء في دبي شويه اي لا اللي في الكرت اي هاي ابوي ما يسد لك حتى نص ساعه ان شاء الله على هواك حبيبي يوم بيشلون المركز مال الكورونا بيخلص هاي الساعة سر دبي يلا سرب سرب محل التليفونات خذ الكبر زي صلاح شوف قبل ما تاخذون الكبر صوروا وصوروا لي الكبر زي صلاح انت تدفع البيزات امي هاكون عندك البيزات يكافي ونص انا ابوه ذهب هو الكبر لحقي دوارك اهم حنايا فلوس 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 بخشي صلاح صلاح شاب حرام عليك عشر ما بتعطي عشر من زمان ما عطاش فلوس من متى هو صلاح كم يوم كم من زمان ما عطاش لا بخشيش في العيد ما عطاش العيد عطاش الحمد لله بس العيد الجاي ثانك يو شكرا شو اسمك انت عمران عمران مشكور يا عمران شكرا بارك الله فيك هاي الله يحفظكم تطبيق ذبيحتي هم مطرشين نفالة عبارة عن ذبيحتين شكرا جزيلا للشركة هذه اللي دوم ما يقصروا جزاهم الله خير شو رايك زين Snapchat, I am so excited. Khaled Al-Khaldi is back. Yo, salam. In fact, I gotta play some music for this one. Boo Muhammad, welcome. Mubarak, this Yavis is for you. Yo, salam, Yo, Viral. Yo, salam. Yo, Salam. On a serious note, welcome back, Brother Khaled. We've really missed you. The people have missed you all over the world. You got such wonderful and compelling content. For me, it's an opportunity for me to learn new words because your words, mashallah, very nice. And just to learn more of the culture, and it's just refreshing to have you back. May God continue to bless you, give you health, and keep you strong. Ya salam, Khaled. Ya salam. غدايه اليوم غدا مميز عبارة عن شو؟ بسار بسار واحد ما شيء غيره وصافي وجشة بسار وصافي وجشة هادوها من كل قطرين أغنية شويونة سلطة لا هي تبولة ولا هي سلطة نص النص ورويد وبصل الأخضر وبصل الأبيض وهذا عادة شارل فيفاي وهذا طلعت عماركم اللومي جاينا من بنت عتيج الله يحفظها وهذاك بعد من غير وهذا الخل الحولي والدهينة الطيبة واللومي بعد لي من غير وأربع لو خمس حبات عيشة أبيض ها شو يوم أقول لكم ما حطنا عيش وايد هذا هو كله العيش هذا هو كله العيش اللي أنا استعمل ما شيء غيره
لكن عاد شو اسوي؟ هاي السلطه كلها ابوي اريدها عليه، فلذلك ها فيازم هالنمونه. هذا غدائي لأنا شيء ولا شيء، حتى لو يحطون الدهينة والخل الحولي في قويريات لابد من اليد، ها لازم ها دهينة هالنمونة، ها عقبها قطر شويونة، لا ترى شوية ما طاي سد، هاي شويونة دهينة لازم هاي الطريقة دبخ يدي وتنشخ له الله يحفظكم، تحط من الخل الحولي بعد في اليدين. أيوة وقبل هذا كله يكون الخبز زاهر، الخبز السمك، الخبز الخاطر في الخبز، هاي هذا البسار، البسار اللي هو ناضي رقم واحد غادي، أول بعد تفت الرأس عقبها ما يبال ضرابه ولا يبال صدع ولا يبال ديانة، ها على ما تشوفون هذه طريقة فتش البسار، وهذا البسار أنسب مقاس هو هذا الذراع، هذا الذراع والذراع هو هذا انسب قياس، اجيك سمين زاهب شليت ابوي سلسله الظهر شليت ابوي اللي في البطن تقبض هالنمونه ما يباله لا سر ولا تعال، كانك تفتح كتاب، كانك تفتح كتاب، شفتوا الانضوي طلع عليكم هاي العجوه خلاص تنعق عادت عجوه البسار، ايوه ايوه رقم واحد الحين عاد هاي المطاميط ترى رقم واحد، المطاميط هاي اللي تحت الكرشه هذا البطن هذا رقم واحد، تازم بوي تسح تعقها بالسليت ورا الثاني، وهذا كان شيء شويه ملح ولا حريق لا عجنه عادي ترى ما يضر، شفتوا الفيش فنجر هذا عباره الفيش فنجر والطعم محوض رقم واحد سمين السم اللي في الدنيا كلها الحين في البسار، والله يا ابوكم انه متعب اللثم وغير نمونه غير نمونه، ترى كل السمك ترى سمك وكل السمك متشابه في طعمه في وين؟ في جميع دول الخليج الا في ابو ظبي، القرفاه غير عن النيسره غير عن الجشه غير عن الصافيه غير عن السين وغير عن البسار، فلذلك كل بلح يختلف عن الثاني، فتلقط بلح البسار يوم غايته يغدي طعم محومض فيه، هذا اولا، وثانيا شوفوا بالله عليكم بلح البسار يغدي غير، وبلح الجشه شوف شو يغدي، يغدي ترف ما يغدي يابس، طلعوا الله بالله شوف ايش قال، كانك فاتح ابوي شيء كتاب كشكول ويجي البلح ترف ما يجيك يابس شرات شرات البسار، كل شيء ترى وله شيء وله طعم مميز، والله يا ابوكم لان سمك ابو ظبي ما يوجد شراته من سمك في الدنيا العود بكبرها، ابو ظبي كل شيء فيها غير، تفهمه ان بحر ابو ظبي ترى ما فيها غبيب وايد يعني 63 متر و70 متر وما ادري شو، فلذلك تلقط سمكته ترفه، والرعي عند في بحر ابو ظبي الرعي من اروع ما يكون، فلذلك تلقط السمكه ما فيها سهجه، تلقط السمكه تاكل وهي بويه وتسمن وتغني بخير وسهاله ولها محميات ولا لا لا محد حد ساكن، فلذلك تلقط سمكه ابو ظبي تختلف، كل السمك فيه خير وبركه وكل الناس الحمد لله تعرف، غير سمكه ابو ظبي اللي يربها ما يشوف ما يعطي فيها لا حق ولا باطل، لا يعطي فيها لا حق ولا باطل ابدا، سمكه ابو ظبي تفرق عن كل سمك الدنيا العود هاي بكبرها، وعليه بالعافيه. لا اله الا الله، قلت ما بتنتبهون، زدت شويون عيش صحين هاك مساعة حطيت قفة هالكبير زدت شويون على الأقل يظهر شكلها غاوي، يوم تحط عليها ترش عليها الدهينة ترش عليها شويون من الخل الحولي ثم تأكل لك لقمتين يكون لهن قرار ومكانه في المعدة، أنا أبو هالكثير وقبل حطيت زدت شويون، قلت ما بتشوفون ألف مسج يعني ما زاد العيش وزاد العيش وزاد العيش، لا زاد الله في عمر العدو، يلا الحين وقت آدم جيل وخلاف عبر النار، بس ان شاء الله المغرب المغرب عقب العشاء العلم عند الله، كان حد يروم يصلي العصر الحين قريب يدنا المغرب، الحين مصلي الحين مصلي العصر، رقدت رقدة ما شي شراته من عقب ابوي بلح البسار والجشه والبصل هاك اللي تحيدونه، لا يمته ملايم ما خليت حب منه، الرقاد اللي في الدنيا كله فيه كان، وارقد لكم رقده ما شي شراته الحين الحين هناش
الحين عشان حد يروم ينسى حينه. زين الموضوع طالت عماركم، قال لكم انا انه في شيء اليوم انا ما خبرت عنه، هب قضية ما خبرت عنه، ما بغيت ما طريت ولا بغيت اطري عن المواضيع اللي مثل هاي، انا المواضيع ما تعني احس انه حقي هال يعني. فتفاجأت ان اليوم يقولون ان اليوم التاريخ مميز 2020، هي 10/10/2020، 10/10/2020، والناس كلها ترمس عن التاريخ اليوم ويني تحدون هذا. انا ولادتي ولادك ما ب 20 ولد الباب اليوم، لا انا بتاريخ ولادتي 10/10/63، يعني قبل لك سنه يعني، الحمد لله بعدني فنان. لا تقول ما والله الا فنان وزين وزين رقم واحد على ما مثل ما قلت لكم، بشدي وعدي وعصيدي واكسر الملاس وحيبه واكسر الداس، كنت وما زلت ولله الحمد فضل والمنه والشكر لله سبحانه وتعالى. المهم ما احب انا ما احب اطري الاشياء، احس انه يعني ما لي حال. المراد اتصلت بي، اتصل بي المنهل قال لي ابو محمد جماعه بيون ميلس عندك، قلت له قال مهندس وجماعه يعني مال ترتيبات جايبين لك هديه بسيطه، قلت له خلونها تحت ابوي انا ما فيها اي لستريا برقد عقب هاكل البصل كله، بصل ورويد وبقل وعزرايين وخل ودهن وعيش ابيض وسمكان شو يا ابو بقول. المهم يعانوا في يرقى، المهم قلت والله ولد الحين عاد يوم نزلت وطالعت شيء يا ابو بخبركم عاد شو بتشوفونه شو حين بحياتي انا ما شفت الحجم، يمكن حد انتم تشوفون وايد لكم تهتمون في المواضيع، لكن انا بحياتي ما شفت هذا الموضوع ولا شفت شيء هالنمون بحياتي، هالنمون بحياتي. الله يريكم دواركا تعال ياي هب دواركا من الحناية. شوف الله عليكم، شوف الله عليكم مسوين هذا الشيء اللي ما كد استوى. وقف وقف منك حق يبين الحجم. شوف الله عليكم نو ستاند اب يا سلام الابتسامة روحك تسوى ثانك يو من الحناية. شوف الله عليكم بخبركم هذا الشيء من وين ياي. شوف انا من الصبح البارحة اسمع المسجات التي للعالم كلها يعني ان تاريخ 20/10/10/10/2020 وانا ما تتكرر الا كل 100 سنه او ما ادري كل ما ادري شو قالوا. انزين في خاطري الحين اخبر ربعي اذكرهم، فكان قلت انا هناك ترى عدال الاسم يظهر كيكه لكن منو للي مضافين اقول لكم هذا من وين جاي حفينا. يلا اوبن هذا يا طلعت عماركم. مرحبا بنطول القيبة، مرحبا أهلا وحيابك، مرحبا ومرحبا مليون ترحيبة، كثر ما حنا فرحنا بك من بناتك حصة الفلاسي والمزون الحميري، بنتين هم بناتي وافتخر بهن والله يحفظهن ويطول بعمارهن ويمد بجلهن ويفرحن إن شاء الله فرحة عيال عيال عيالهم يا ربي. شكرا بناتي حصة حصة الحمير، وشكرا بنتنا المذيعة المتألقة دائما وأبدا وردة شاشة تلفزيون الإمارات بكبرها، يا الله يحفظها حصة الفلاسي بارك الله فيك ويفرحك إن شاء الله بعرس سلامي تلحقين عليها قبل خريجة، عقب ما تلحقين عليها خريجة تكون أبوي من الأوائل وعقب أبوي في عرسه وعرس عيالها ويفرحت إن شاء الله بشوف صحتك أنت ومن تحبين في ظل هذه البلد الطيب المعطاء والكرم. أبوي وين بتيبين أنت تنتمين إلى دولة الكرم أنت والمزون الحميري بنتين كن بناتي ويشرفني كم بناتي ومليون مرحبا بكن وسهلة وأحرجتني بهالهدية اللي يملأ اللي أنا عن عمري بعد ما شفت هالنمونة أكذب لا والله ما رو ما أكذب إني شفت أنا هالنمونة هاي بنقلها هالمتن بنقلها هالمتن ما شفت لا بكيكة ويميع الكيك ويميع الدنيا يا ربي يا هي الدنيا. شوفوا بالله عليكم ترتيب جميل من أروع ما يكون. طيب شو اسم هاي بلاد اللي خادمين هذا الشيء؟ منو خادم لهم اياه؟ هذا ما اسمه بالانجليزي ما شيء اسمه بالعربي الاسم مش بالعربي
الاسم مش بالعربي، ما شيء اسم بالعربي، لكن هذا اريد انت شوكولاتو since 2013. شوكولاتو since 2013. Yes. since يعني اظني من سنه 2013. هي يعني المكان قديم، المحل هذا اللي خادم الورد والكيك وهذا، هذا من اقدم المحلات، يعني من المحلات القديمه من 2013 يعني هم نيرز. نعم. هي كريتي. ده 2013 20 ومن هناك عقب شلوا هاي يستوي هي سبع سنين. المهم شكرا جزيلا حصلنا، شكرا جزيلا المزون، بارك الله فيك ونتعب ان شاء الله في عرس عيالك يا ربي، ما قصرت وكل زين وكل فنان، والله يطرح لك البركه فيك في صحتك وبدنك ولا يغير عليك الا الى الاحسن. هاي الورده اللي هاي الصبح شو ما شاء الله بعد هاي ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الله يحفظكم مبيد فطري نحاسي، مبيد فطري نحاسي، بس هذا بس هناك حقها لكن هذا مبيد فطري نحاسي، يوم تسوي الارض والتربه فيها فطريات واللشيات نشر طالت اعماركم حق 200 لتر، حطوا حق لل 200 لتر كل 200 لتر حطوا لهم 250 من هذا ربع كيلو، ها في كيلو الحين المبيد الفطري النحاسي في 200 كيلو في السنة مرة ولا مرتين، يستحسن للزراعة ينحط هذا في السنة مرة ولا مرتين ويرش تتسبح فيه الأشجار وينرش تحت الأرض على التربة معقم يعقم، وكان فيها آفات ولا أمراض الأرض ولا التربة ينظف اللي من عقب الأمراض الطهفات ولا عقب الهويات والأمطار والأرض إذا فيها ملوحة وهذا ولا كثرة المياه، يستوي عدم اهتمام في المزارع ولا حد يغفل عن زراعته مثلي أنا مثلا، فهذا اللي يستوى. فحين الدواء كل من تزرع شيء جديد يتعب، فلذاك الأرض فيها فطريات تستوي، فالفطريات ها شو تسوي يعني تخلي القمة هذه اللي تشوفونها القمة ها من تبتدي تنظر ترد تموت، من تنظر ترد تموت، فهذا معناته أن في ماء وايد في الأرض، فلذلك تقطع الماء تعطي الحين بالذات تعطي هالأيام في وقت البراد الزراعة مرتين ماء، مرتين شيء بسيط، الشتاء ما يبى ماء الحين الدنيا كلها باردة، فاحتدينا أن نحن نستعمل المبيد الفطري النحاسي هذا، هذا زين وينفع للأرض اللي يت فطريات. نعم، ووقت استعماله في من عقب ما تغطي الشمس أو قبل ما تطلع الشمس، قبل ما تطلع الشمس أو عقب ما تغطي، نعم وهذا وقته ويرش رش يعني احنا بنرويكم بهاي المكينة عشان اللي عنده حديقة صغيرة ويرش شيء بسيط يعني، واللي عنده حديقة عودة يلزمه مطور يعني مكينة، ورب العالمين إن شاء الله يعافينا ويعافيكم ويعافي كل مسلم. طلع عليكم ترش الشجرة كاملة، ترش الأرض تحت تربة مالت، شوف الأرض وين ترش الترنك مالها زين ما زين، لازم من عقب ما تطيح الشمس من عقب المغرب هذا تسايل أصول المكان كامل شامبي حتى هالشيء الكبار اللي فوق الحباية هي. هذا مبيد فطري نحاسي في السنة لازم مش أقل عن مرتين، المبيد الفطري النحاسي مليون شركة شيء وكل شركة تختلف من حيث السعر من حيث الجودة وكل إنسان عينه ميزانه. هذا الكرت والسيف رمو هي this one، هاي بعد جايات هنتين هذه واحدة وهاي واحدة، هاي مبروك البراءة الحمد لله رب الله بارك، نورت السوشيال ميديا أسرت تالا للمناسبات والزهور، شكرا جزيلا. ها يلا كوكلي وهذا هطائر منو بعد يمكن خوات مبروك
فرحة كتوم فاطمة خليفة بن حاضر. فاطمة بنت خليفة بن حاضر، شكرا يا بنت خليفة طال عمرك جزاك الله خير، شكرا لهالورود الجميلة وبارك الله فيك، شيء مميز وجميل ومن عند ناس مميزين وخيرين ويواد حالهم حال أي إنسان عايش في هالدولة، كل هالبلادنا مميزين وفنانين وما حد شراتهم. شكرا 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 ل نعم شكرا لأسرة تالا للمناسب للمناسبات والزهور. ما بغير والله ما يسكت، والله يا ابوك مين ما يسكت. عديت الاسم ولا ما عديت؟ الحين برد عده مره ثانيه. شكرا لأسرة تالا للمناسبات والزهور، شكرا لأسرة تالا للمناسبات والزهور. شيء مميز وشيء فنان وما شيء شرات في الدنيا العودة. شكرا تم شكرا، وبالأخص أنت يا حصة الفلاسي، شكرا يا مذيعتنا المميزة لو بشكرت من بوظبي لين الفجيرة، ما بروم أوفيش على هالذوق الرفيع أنت يا بنتي وبنتي الثانية المزون الحميري. الله يحفظك ويبارك فيك ويخليك، شكرا جزيلا. هي عاد اليوم أول يوم في الأسبوع السبت، يوم السبت أول يوم تمرين عندي، أول يوم في التمرين أتمرن السبت والأحد والاثنين ثلاثة والأربعة خمسة أيام، ويوم الجمعة الخميس والجمعة ما يكون شيء تمرين، الخميس والجمعة ما يكون في تمرين. ونادي هو الأول اللي كنت أسير له اللي هو أنرجي بلس، وأسير عندي كابتن يمرني، وكل يوم عادة أي للساعة ونص تقريبا في الجيم وأردها يوميا على هالمنوال على هالحالة خمسة أيام في الأسبوع. ومبسوط وخير سهال الحمد لله، في شوية بطين شيء بطين يعني لكن ما بكرشة بطين، وما على الغداء اليوم شوية عادة بين غرب الله تعدو وكيل بس تهلعت غرب الله تعدو والمسار هلعني هو الخل الحول يسوي نوخة وطعم غريب، طعم غريب في الأكل. هلو مدام هاو ار يو، يلا very nice thank you welcome. How much هذا؟ 35.2 يا ربي برد يعني لازم 36 شنة. اللي يميز جمنا هذا انه ما فيه زود زحمة وملتزمين كل الالتزام التباعد، وهادي على طول هادي اغلب الاوقات هادي في كلاسات وفي كل شيء. شوف انا ما هو الاولي بتحيدونه الحين كملت سنه وشيء فيه ما شاء الله. بلاد لا شيء اندور شيء اوتدور ما شاء الله. هذا في الكابتن مالي انا كابتن مهدي. السلام عليكم، كيف حالك كابتن؟ Nice to meet you. كيف حالك كابتن؟ شو اليوم عندنا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. كابتن شغال أو دور؟ لسه. لسه ها؟ تعديلات صغيرة لسه. يومين ولا بعد. إن شاء الله. شكرا كابتن. روح. يا ربي ليش؟ حميد بن راشد المحيري اللبو من هالبطين واللم منصورية رياضة أبوي من السوء الأول أبوي يوم نحن صغار يعني حب صغار وايد يعني سني بالخمس 18 و17 و20 أبوه الله يحافظه يقز البطين يركض أبوي من جدة بيت حياة ثاني بن مرشد لين الراس الأخضر الأول يسمونه يركض الدنيا هايج كلها ما شاء الله. والولد ما شاء الله قول في خاطري لما شاب حيل مسروق الله يواليك العافيه. قلت ما شاء الله الله يحافظك يا حميد. فحميد اللبو من هالبطين واللم ابويه منصوري الله يحافظهم كلهم. فقلت انا اسم اللبو واسم اللم خيلت اقولك فحي استاذنت منه فعادي لحميد. نعم حاضرين يا ابو الله يسلمك. اللبو راشد المهيري من يعني الناس الطيبة كلها الناس خير وبركة وسبحان الله يوم يتجمعون البومهير والمناصيب. الوالدة الله يحفظها معالي ناعمة المنصوري
عضو المجلس الوطن سعادة معن المنصوري. هاي حياتي دوم غلط بين سعادة ومعادي كلهم فيهم البركة. الله يحفظك إن شاء الله ونعم التربية. الله يفرح البركة فيك ويبلغهم فيك إن شاء الله معرسي يا ربي.